هاي فرج يا شباب ما تملون ورقه 24 ساعه ايش دخلك يا اخي وش في غير الورقه طيب لا تعصب ايوه تطلع على الورقه اسرع فرج فرج بالله الساعه كم خزعجنا خلاص 12 ونص كثر لي خلاص 12 ونص يا ايش عندكم الشغل انت بعد وراي دوام يا ولد نسينا الشركه شباب اللي قاعد الساعه 7 الصبح صحيني زين خلاص خلاص يلا اشوفكم على خير ماجد صاحي ماجد دخلت الدوام قم يا اخي ادري ادري والله ادري توني صحيت ايش فيك انت ماجد هلا هلا معك معك قم ماجد فرج والله اسمعك شو ما يرد ماجد ما اقدر احرك جسمي فرج والله معك ايش فيك والله اني صاحي بس ما اقدر احرك جسمي ايش السالفه فرج ماجد هي ماجد هلا معك معك فرج فرج تعال اكلمك انا ايش ما ترد انا ما اقدر احرك جسمي يا شباب شباب ماجد هلا ماجد. هلا ماجد والله اسمع 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 رد علي يا عيال والله ما اقدر احرك جسمي ما ادري ايش السالفه اسمعكم يا عيال ايش فيكم ردوا علي واحد يرد علي يا عيال ايش السالفه لا حد يستاهل تكفون يا عيال يا شباب وين ماخذين يا عيال ايش فيكم ردوا علي ليش ما حد يرد علي ايش السالفه يا شباب اركب اركب خلوا السبال عنكم ردوا علي انقش فيكم امسك شوف يا عيال ردوا علي فرج بسرعه فرج اعوذ بالله يا شباب ردوا شفيكم ليش ما حد يرد علي طيب ليش ما اقدر احرك جسمي طيب ليش ما تردون علي اكلمكم انا صحيح ما دكتور ما فيني شيء بس ما اقدر احرك جسمي انا صاحي والله صاحي اشوفكم ما احس فيكم والله يا دكتور تكفى رد علي على الاقل تكفى اترجاكم انا والله خوفتوني يا جماعه والله ما فيني شيء خير انا اتنفس واشوفكم ما احس فيكم ردوا علي ليش ما اقدر احرك جسمي لا حول ولا قوه الا بالله شنو انا حي انا حي ما مت انا حي احس فيكم انا حي انا حي والله فرج والله انا حي يا فرج انا اشوفك واحس فيك يا فرج والله انا حي ايش فيكم يا جماعه لا حد يستهبل يا جماعة أنا حي أنا حي والله أنا حي أنا حي حي طولوا بالرحمة يا شباب الله يرحم الله يرحم نزلوا يا جماعة أنا والله مو مستعد للموت صلى عليه صلي يا نزلوا والله ما استعديت للموت أنا ما أصلي أنا ما أصلي لا تدفنوني والله مو مستعد للموت يا إخواني تكفون لا حد يدفني بعدين انا حي والله اشوفكم ما احس فيكم انا حي اكبر لا تدفنوني لا تنزلوني لا تنزلوني انا حي والله انا حي لا تدفنوني لا تدفنوني تكفون انا حي تكفون اترجاكم الاغاني باليوتيوب من يمسحها من يمسحها عني تكفون تكفون يا عيال لا تدفنوني تكفون انا خويكم أبي توب طلعوني والله لا أتوب والله ما أترك الصلاة والغني يمسحها أبي أتوب طلعوني تكفون طلعوني أبي أتوب تكفون الله يرحمك يا ماجد الله يغفر لك إن شاء الله
فرج لا تروح يا فرج، والله أنا محتاجك باللحظة هذه يا فرج، لا تروح وتخليني أنا خويك، كلكم رحتوا خليتوني، خليتوني لحالي، والله ما كنت أفكر في الموت وما حسبت الحساب. أنا حي، أنا حي، أنا حي، ما مت، أنا حي. عذرا مسترجي، عذرا مسترجي، الحمد لله. عرفت بأن المعاصي مهينة، بأنها تظهر على الوجه وتبين، تشوف راعيها يعيش الغبينة، والناس من حوله بخير وسعيدين. ما اقول غير الله عليها يعينا، ويجدد التوبه ويتوب هالحين. الله اكبر كيف قصر بدينا، لا قلت توبه قلبه توب بعدين. عرفت لأن المعاصي مهينة، بأنها تظهر على الوجه وتبين، تشوف راعيها يعيش الغبينة، والناس من حوله بخير وسعيدين. المشكلة وحلولها في يدينا، ركعة وسجدة في صفوف المصلين، يندم على وقت مضى من سنين.